التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم مما يستدعي التفاف منظومة كرة القدم بأسرها وتوحدها لمجابهة هذا الخطر المحدق. الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: إن التلاعب بالنتائج ليست من مبادئنا وقيمنا، وعلينا أن نحاربها إن وجدت. السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم يستعرض هذا الفيديو القصير كل ما يجب أن تعلمه بخصوص ظاهرة التلاعب بنتائج المباريات بصفتك لاعباً أو مدرباً أو مسؤولاً عن المباراة أو مديراً رياضياً. يتمثل التلاعب بنتائج المباريات في التأثير في نتيجة المباراة أو مجراه بهدف الحصول على منفعة. هناك دافعان اثنان يكمنان وراء ظاهرة التلاعب بنتائج المقابلة. يتمثل الدافع الأول في الحصول على منفعة مستقبلية للفريق عندما يتفق فريقان أو أكثر على تحقيق نتيجة متفق عليها خلال مباراة ما، وذلك لأغراض مثل تفادي الإقصاء أو النزول إلى مرتبة دنيا، التقدم في المسابقة أو التأهل إلى مستوى أعلى فيها. ويتمثل الدافع الثاني وهو الأكثر شيوعاً في الحصول على المنافع المالية والتي تشمل في الغالب وسطاء الجريمة ممن يعمدون إلى استمالة وإقناع اللاعبين ومسؤولي الفرق والحكام لضمان تحقيق نتيجة منشودة. الخسارة بفارق عدد كبير من الأهداف أو تحقيق نتيجة بعينها خلال شوط من المباراة أو في زمن المباراة الكامل أو تحقيق نتيجة التعادل الأبيض. إن الابتكار في عالم الجريمة لا حدود له، فكيف يحدث ذلك؟ فلنستعرض معا مثالا واحدا. يتمكن المتلاعب بنتيجة المباراة واسمه جون من الوصول إلى اللاعب توم والمدرب ديك والحكم هيري في أحد مطاعم المدينة، حيث أمكنه التعرف عليهم والتقرب منهم بعد لقاءات متكررة ومن خلال استمالتهم بمنافع مختلفة. وبمجرد نيله لثقتهم يتمكن جون من إقناع اللاعب توم والمدرب ديك والحكم هيري من التلاعب بنتيجة المباراة وفقا لما هو مطلوب لقاء مبالغ مالية ومنافع أخرى. وفي الوقت الذي يتم فيه تنفيذ التلاعب على المستطيل الأخضر، يعمد المتواطئون مع جون إلى تسريب نتيجة الرهان عبر النت أو عن طريق الهاتف إلى المراهنين سواء القانونيون منهم أم غير القانونيين. غير أن جميع هؤلاء لم يخطر ببالهم البتة أن هذه المباريات مراقبة بكل عناية من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكافة شركائه بهدف رصد كافة الأطراف المشتبه تورطهم. وبعد جمع الأدلة الكافية لإدانتهم، يواجه كل من اللاعب توم والمدرب ديك والحكم هيري عقوبات قد تتراوح بين الحرمان مدى الحياة من المشاركة في مباريات كرة القدم مستقبلاً، أي بعبارة أخرى بطاقة حمراء مدى الحياة، غرامات مالية كبرى، السجن، رفع دعاوى قضائية لجبر الأضرار، وصمة العار التي تلاحقهم أينما حلوا، حيث يصبحون مجلبة للخزي والعار والقلق لأفراد عائلاتهم. إذن كيف كان يمكن للاعب توم والمدرب ديك والحكم هيري تفادي وقوع كل هذا؟ الإجابة بسيطة جدا، فقط يتعين عليهم أن يتذكروا مثلكم تماما المبادئ الأساسية الثلاثة: التفضل والرفض والإبلاغ. لقد طلب جون من توم وديك وهيري القيام بتصرفات مريبة على أرضية الميدان خلال المباراة لقاء هدايا ومبالغ مالية، وبالتالي يتعين عليهم التفطن إلى أنهم سيقعون ضحية أحد المتلاعبين بنتائج المباريات. حينها يتعين على توم وديك وهيري رفض العرض الذي قدمه المتلاعب جون لتفادي العواقب الوخيمة. وأخيرا يجب على كل من توم وديك وهيري الإبلاغ عن كافة المعلومات ذات الصلة بالحادثة في الحال على البريد الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم integrity@the-afc.com أو إبلاغ مسؤول النزاهة في الاتحاد العماني لكرة القدم. للمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على نسخة من الكتيب الخاص بالتلاعب في نتائج المباريات. يمكن تحميل نسخة من الكتيب انطلاقاً من الموقع الإلكتروني www.the-afc.com. يتعين أن نتذكر دوماً أن لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
تعتبر مرتكباً لمخالفة تأديبية كل شخص يتلاعب أو يحاول التلاعب بنتائج المباريات أو المنافسات، يتورط في عمليات المراهنة المتصلة بكرة القدم، يكشف عن معلومات سرية من شأنها أن تهدد نزاهة المباريات، يمتنع عن الإبلاغ عن أي محاولات أو معلومات متصلة بالتلاعب بنتائج المباريات. يتولى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة ظاهرة التلاعب بنتائج المباريات بكل عناية، ويسعى جاهداً إلى تطبيق سياسة لا تسامح فيها مع هذه الظاهرة. تتصل عمليات التلاعب بنتائج المباريات عادة بعصابات جرائم الوساطة الخطيرة التي لن تنساك أبداً إذا ما أنت تورطت معها في مثل تلك العمليات، لتصبح بدورك طرفاً منتظماً في ارتكاب تلك الجرائم. كما لديهم القدرة على إلحاق الأذى به، لذا بادر بإعلاء كلمة النزاهة وكن سباقاً لحماية نفسك وحماية رياضتك المفضلة.